طيب يعني نفس السؤال للأستاذة القديرة محترفة البورنو الأستاذة رهف. أنت ناوي تنجلدين أنت هنا ليش بالبف؟ نعتذر عن الألفاظ الخارجة عن ال لا 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 ما ليش ألفاظه ما خيس لا بس هي سبتني أنا ما لا لا ما طيب السبب الحقيقي لهروبك من السعودية يا أستاذة رهف هاج عن أهلي إذا جلست عندهم حرفيا إذا جلست عندهم كم شهر بنقتل كانت حتنقتل لأنه كفشوها مع واحد كفشوها مع العامل البقالة يكذب يكذب لا 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 حقيقة أتمنى من الصحف لا 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 بس يعني أهلي من نوع المتشدد وأنا صراحة يعني مخربتها فلو عشت كذا بقولها لهم مش كفريح فلو عشت هناك زيادة بتشوفوني وين قتل وغير ال نورا ممكن تقربين شوي بس ما تذنك